نتواجد في هذا اليوم على مستوى مقر الرئيسي للنادي الرياضي القصري لكرة القدم. طبعا الزائر لهذا المقر سيتفاجأ بالتجهيزات، لأن بدءا من مكتب الرئيس، لأن كما تشاهدون تجهيزات في المستوى لتأهيل قطاع الرياضة، لأن هذا هو مكتب الرئيس، لأن صور للفئات الصغرى. إذن مكتب مدير مدرسة النادي، إذن النادي يتوفر على مكاتب وتجهيزات كفيلة بتأهيل القطاع الرياضي لمدينة القصر الكبير. من مجهود كبير مبذول من طرف المكتب المسير للنادي الرياضي القصري، لأن كلها تجهيزات حديثة الآن، لأن قاعة الاجتماعات هذه القاعة مخصصة لعقد الاجتماعات، اجتماعات الفريق، اجتماعات النادي، اجتماعات أعضاء المكتب، إذا قاعة في المستوى. من خلال التجهيزات لهذا المقر يتضح على أن المكتب المسير عازم على تأهيل الرياضة بمدينة القصر الكبير.